أبو حميد، ازيك يا أحمد طاهر باشا؟ ابو حميد، ازيك؟ الاخبار؟ ازيك، عامل ايه؟ وحشني كتير. وانت والله يا أخبار صحتك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله، زي الفل. الحمد لله. الحمد لله زعيم. طيب، احنا ممكن بإذن الله نبدأ. يلا توكلنا الله. طيب، أولا يعني Welcome to our second book discussion في البوك كلاب in the managers club. يعني الواحد إن شاء الله بيتمنى أن الاكتيفيتي تستمر ويكون كل مرة we are adding to the experience and expanding our experience. المرة اللي فاتت تكلمنا في good to great, which is one of the يعني go to topics أو go to books في مجال البزنس. النهاردة هنتناول topic تانية. التوبيك دي الحقيقة برضو تعتبر من التوبكس المخدومة بشكل كبير جدا, and it is it's a really really deep topic and strategic dimension. Dimension ده الحقيقة غير حاجات كثيرة جدا من ساعة ما الconcept ده ظهر واتنشر الكتاب, and moving forward واتبنى عليه disruption كثيرة جدا في industries كثيرة. It became actually it became a mindset. يعني أنا شايف حتى أن هي تناولها كاستراتيجي كبزنس استراتيجي, لا هي بقت أوسع من كده بكتير. It became a mindset, و as usual الحاجات اللي بتكون سهلة في مفهومها وبتكون سهلة أن هي تتفهم بتنتشر وبيكتب لها القبول. يعني Blue Ocean Strategy is one of these concepts and strategies اللي حصل معاها كده. فالنهارده ان شاء الله I'll try as much as possible. انا متاكد ان في ناس قرت الكتاب واحتكت بالكتاب one way or another, لكن انا النهارده هحاول محاوله ان to wrap up and conclude ال concept بتاع الكتاب, وفي نفس الوقت نحاول بقى كلنا بقى نضرب مع بعض امثله ل blue oceans. انا متاكد ان يعني في الحضور الكريم ناس كتيره either they were part of implementing a blue ocean in their work, أو إن هم they witnessed one way or another a blue ocean in the making. فإن شاء الله يعني we can start the presentation. As usual, أي وقت أي حد عنده مقاطعة يا ريت يقاطعني عشان يعني الفكرة تكتمل, و let's take it from there. Okay. Great. طيب, الكتاب ده اتألف في سنة 2004 and it was authored by two authors من انسياد. Basically, it's the professor Chan Kim and professor Renee Mauburn. Both professors, they co-authored الكتاب, وهم they materialized الconcept. هم اللي وضحوا الكونسبت بتاع البلو اوشن. البلو اوشن الكتاب توصل مور ذان 4 مليون كوبيز, وترجم لاكثر من 40 لغه, اند ريلي ات بيكيم ا فينومينن في الوقت اللي بلو اوشن اتعمل فيها. طيب, نظره سريعه على الاستراتيجي في على مر السنوات. الاستراتيجي حصل لها تغيرات كتيره, مش في الاستراتيجي نفسها ولا في الامبلمنتيشن بتاع الاستراتيجي الحقيقه, وان كان ده حصل, لكن in the theory of strategy and how strategy is approached, بدايه من فكره ان الواحد يبص على الويكنسز والسترينثس واكوردنجلي يفورميليت الاستراتيجي اللي احنا كلنا عارفين ان هي بتسمى بالسوات اناليسز. اند ذن الكونسبت اللي دخله جي اي بيزيكلي concept of portfolio approach, how to strategize according to a portfolio of products slash companies, وزي ان هو ده اللي في الاخر يفورميليت الاستراتيجي بتاع الشركه او الهولدنج او الجروب اوف كومبانيز. اند ذن طبعا مع طغيان بقى النيوليبراليزم في امريكا وفي العالم بشكل عام, والثيوريز بتاعت مالتون فريدمان في اواخر السبعينات والثمانينات, ظهر الشير هولدر فاليو, ان بقى التوب برايورتي فور فورميليتنج استراتيجي هو الفاليو اللي بيرجع للشير هولدرز, وتقهقر شويه الكونسبت بتاع لوكينج انسايد ذا كومباني. اند ذن في المنتصف الثاني من الثمانينات ظهر مايكل بورتر, ومايكل بورتر الاستراتيجيز كلها بتاعته كانت مبنيه على التجاذب ما بين الماركتس
ورؤيه الشركات للماركتس، والماركتس دي هاو كان وي كومبيت ان ات اند اكوردنجلي فورميليت استراتيجي بالبورتر 5 فورسز المعروفه. And then ابتدى يديفلوب in the early 90s concept لطيف، ابتدى ينظر جوه الشركات شوية، قالك طب احنا عمين نبص على السوق ونبص على الدنيا برا شكلها عامل زي، طب why not formulate a strategy from the inside. And this approach اللي عرف يعني بعد كده بالresource based approach، ان انت you formulate the strategy looking into your resources and your strengths slash weaknesses from a resource perspective. فaccordingly يبتدي يevolve strategy، بعد كده strategy تطلع للماركت and then you start assessing your strategy. هننتهي بآخر جزء وهو ده بقى اللي هيكون relative للdiscussion بتاعتنا، جي فيها حاجتين. الحاجة الأولى هي disruptive technologies أو فكرة disruption and disruptive innovation بتاعة Professor Christensen، and فكرة ال blue ocean strategy أو ما يطلق عليها from a theoretical perspective فكرة ال value innovation. فآخر اتنين concepts دول اللي ظهروا بآخر التسعينات، وaccordingly يعني في بنفس المسمى ده في كتابين ألفوا، whether a disruptive innovation بتاع Professor Christensen أو فكرة ال blue ocean strategy. الاتنين دول ابتدوا ينظروا لمفهوم ال strategy from a disruptive and innovative approach. ازاي ان انت يكون عندك an innovative strategy من خلالها انت تعرف تformulate your strategic approach to whatever industry that you operate in. So this is where we're going to start from. طيب هنا في الحتة دي هنتكلم شوية عن التوقيت اللي ظهرت فيها الثيوري بتاعة البلو اوشن strategy. كان عندك وقت السبلاي اعلى بكتير جدا من الديماند بسبب الكومبيتيشن، وبقى النوهاو بتاع الاندستريز بشكل عام بقى اقل بكتير، فبقى عندك ناس كتيره بتعرف تعمل الحاجات بكواليتي مقبوله. اجان موضوع الجلوبال ماركتس اند ذا نيو ليبرال ماركت ادى ان جلوبال كومبيتيشن بقت عاليه جدا، اند يو ار ايبل تو كومبيت اولموست افري وير وذ فيري فيري لو برايسز، فطبعا ده عمل برايس ايروجن والاسعار قلت، وبقت البرودكتس والسيرفيسز بتنتقل من ان هي انيش برودكت او برودكت ذات كرييتس ديفرنشيشن انتو ا كوموديتي. الموضوع بقى سريع جدا، ممكن من 20 30 سنه اللي معاه تليفون ده كان حاجه جامده جدا، وممكن يمشي بالتليفون النوكيا بتاعه يقول يعني انا معايا حاجه جامده جدا، اند ذن بيكيم ا كوموديتي فور اكزامبل. فالبروسيس دي بقت سريعه. اختصارا للموضوع ده، a lot of industries تحولت into اللي الكاتب والكاتبة بيعرفوه في الكتاب into red oceans، واحنا هنستطرد بقى جدا في مفهوم red ocean، لكن هو ده التوصيف ال global markets اللي الكتاب بيحطنا فيه كأجواء وكأتموسفير where at that time they are going to develop their strategy. Okay, so basically احنا we have two types of oceans according to the market approach of the blue ocean strategy, and then the red ocean where all industries are existing. This is an existing space where market players are already competing. The market واضح والناس دي عندها products بتcompete في الماركت ده وعندهم market shares. طيب what is the blue oceans؟ البلو اوشنز هي الاماكن اللي لسه لم تكتشف. ممكن تعتبروها مثلا بالنسبه كده لكريستوفر كولومبس مثلا امريكا، البلو اوشن از ا سبيس ذات از ستيل انون، او يوزينج وان اوف ذير اكسبريشنز اتس ان انتابت ماركت. الديفينيشن بتاعه لسه مش واضح قوي، ذير مايت بي ا بوتنشال ان ات، لكن لسه بسبب ان هو اتس نوت ستراكتشرد اند اتس نوت ماتشور انف مش واضح بالنسبه للناس او للكومبيتيشن. فهو ده الفرق ما بين for now ما بين الـ red ocean والـ blue ocean. So far so good. Any questions? Please, if there's any questions, يعني go ahead and interrupt me. Okay, and I'll move forward. هنا نظرة لطيفة جدا بيكمبير ما بين الـ me too products أو الـ red ocean products and what they call as an alternative name to blue ocean, which is value innovation. الـ business launches 86% منها بيكون red oceans و 14% فقط بيكون blue oceans. From a revenue impact برضو red oceans أعلى من blue oceans 62% to 38%.
It comes interesting when you look at the profit impact. You will find out that the blue ocean, our value innovation concept, our companies that follow value innovation have higher profits, and they accordingly might be more interesting to look at when formulating a strategy or designing a product. طيب. Comparison كده بقى ما بين red ocean والblue ocean استكمالا اللي احنا قلناه. Red oceans, as we said, are existing markets today, and they are very, very crowded. هو ليه سموه red ocean؟ سموه red ocean because of the blood. ان هو فيه fish كتير, فالفيش ده في الاخر بيعمل ايه؟ عايز ياكل من بعضه. فaccordingly there is a lot of blood. تخيل كده sharks بيعوموا مثلا في مكان صغير جدا, and they are not able to do anything else but eat each other. هو ده الاكل اللي موجود. فايه اللي بيحصل؟ تبتدي الشركات دي عشان هم they are all competing in the same crowded market, يبقى عندهم lower profits and limited growth opportunities and intense competition. تلاقي بقى الكومبيتيشن اللي بالدولار وبالجنيه وبالريال, وده ينزل فده ينزل, وده يدي ديسكاونت فده يدي ديسكاونت. It becomes extremely competitive. أنا I'm sure إن a lot of the audience can relate للcompetition دي, ويعني يسترجع intense competition. If not in history, it might be still happening, and it is actually. While looking at the blue ocean, you are looking at industries that do not exist yet. They are waiting to be created. لسه ال definition بتاع space ده, it's pending. So accordingly, بما إنها لسه حاجة مش موجودة, it has very, very high potential for profit and for growth. And one of the key words about Blue Ocean is that it makes competition irrelevant. أنا, honestly speaking, لو أنا هتوقف عند البرزنتيشن هنا, I think the concept might be too theoretical. حد يقول يعني مو حاجة لطيفة جدا يكون في Blue Ocean وفي كل الصفات دي, بس it seems as if it's not realistic. Actually, it is. وهنشوف examples كتيرة لBlue Ocean and Blue Oceans that were created في الأزمنة اللي فاتت دي, وإحنا شاهدنا كتير جدا منها. بس when you reflect back and dig into the example, you will find out what was really different about them from a strategy perspective. Some elaboration برضو على comparison between red ocean and blue ocean, and this is important. يعني هي فيها شيء من repetition, but this is important. أنا حبس هنا حكرر حقول الكلام اللي مختلف في السلايد دي. A very important key word in the red ocean is that competitive rules of the game is known. انت عارف انت بتcompete مع الcompetitor اللي قدامك على ايه. Either you compete on quality, or you compete on price, or you compete on strength. واحد يكون قوي في geographical region والتاني ضعيف فيها, فهو عارف ان هو عنده edge فيها, وهكذا. One of the defining things of red oceans as well is that cutthroat competition. الشركات بتفضل literally, واجان انا متأكد ان في من الاودينس كان relate, في شركات بتفضل تcompete لغاية لما حدش يكسب. Literally, it's a lose-lose situation. يبقى الوحيد اللي كسبان من البورجن هو مين؟ هو الكاستمر اللي بياخد البرودكت. بس كشركة بيقعدوا يموتوا بعض لغاية لما في both of them, they are losing all their margins. يقول لك مش مهم, أنا I want to sell the product. طيب, إيه تاني؟ Red Ocean Strategy, اللي هي آخر نقطة, and this is again, this is crucial. Red Ocean Strategy is a market competing strategy. The definition بتاعها مهم جدا. It's a strategy that you use to compete in an existing market. انت راجل نازل ببرودكت وفي كومبيتيشن موجوده, تقول انا عايز اخد 20% market share of this market. يبقى انت you are following the rules, بس هتحط strategies ان انت to be able to implement and grab this market share. وهتاخده من مين؟ هتاخده من الكومبيتيشن, مش من مكان تاني. انت you have to override the competition في اماكن معينه to be able to grab this market share. بينما في البلو اوشن لا, الموضوع مختلف. It's an undefined market space. في demand creation. انت you're creating some demand. ودي نقطة في منتهى الأهمية. في البلو اوشن sometimes الكاستمر ما بيكونش aware ان he can use such a product. ليه؟ ان البرودكت ما كانش موجود. As simple as that. Can we give examples? Please, هل حد ممكن هنا يشير معنا example for a company that created some demand مثلا in the last 10 years? Can anyone share examples في الحتة دي؟ حد عنده demand creation example? Even يعني can share it. Exactly. Thank you, Summer. Uber استغل ال inconvenience بتاع ال transportation industry. هو ما عملش حاجة. هو راجل
موديل الرومز طبعا، يعني وليد مهندس وليد، فكره المودولر رومز انسايد ذا هوسبيتالز، ان بدل ما يكون فيكست كونستراكشنز ان انت تعمل مودولر بري فابريكيتد وولز. اكزاكتلي، لو كنت رحت الكاستمر وانت معكش البرودكت هو مش هيتصور قوي انت بتقول ايه، مش هيتصور انت بتقول ايه. لكن basically you created this demand بان انت عرضت عليه برودكت، والبرودكت ده جديد وبيسيرف some pains عنده، فaccordingly you basically created a space ما كانش موجود قبل كده. Okay, most are created from within red oceans, which is ironic enough. اغلب blue oceans بتطلع من red oceans. ليه؟ لان هي بتكون نفس الاندستري عادة، لكن space بيكون uncontested. space اللي انت هتcompete فيه بيكون مختلف. So basically في طريقة تانية لوصفها، انت you're expanding the industry from a horizontal perspective. انت بتوسع الاندستري، لكن المكان اللي انت فيه بيكون بلو. rules of the game waiting to be set. طبعا اللي بيكريت بلو اوشن غالبا هو اللي بيسات الرولز، لان انت اللي بتديفاين البرايس. طب انت دلوقتي راجل let's say an example، ان انت you will sell a new product ما كانش معمول قبل كده، طب هتسعره ازاي؟ انت you control the pricing، لان مفيش حد عمله قبل كده. no one has a clue how much does it cost. فaccordingly you start setting the game rules from the beginning. والكلمة اللي أنا شخصياً يعني I adore، competition becomes irrelevant. The rules of the game اللي بتتلعب في الindustry boundaries القديمة it becomes irrelevant، لأن أنت you're competing in a totally different space. I think أحمد معلش، please go. I have one comment please يا أحمد. And I like the point that you said that إن أنت بتبقى you create your own game and you make competition irrelevant. But at the same time just it's something that's up to debate. وحابب ان انت برضو you comment on this. هل احنا بننتهي الوضع ان انا في النهاية البلو اوشن بتاعي is a blue ocean but I still take some market share from the existing market، ولا it's like an expanding market in general؟ زي كده ما الناس انت عارف بتوع الفاينانس على طول بيقولوا لا، هي بيحسبوا حساباتهم على ان التورتة موجودة وكل واحد ياخد الحتة بتاعته، لكن الناس اللي هم الفيجنري شوية بيقولوا لا، التورتة دي عمالة بتكبر و it's not a static thing that we can tangible يعني tangibly touch يعني. okay، ف I need your comment also on this part please. أحمد يعني thank you so much for the comment. actually ال theory بتقول theory و honestly the practice يعني اللي هقوله ده أنا I support what I'm going to say. إن أنت when you create the extra market space يا أحمد، أنت بتدخل customer base ما كانش موجود. فaccordingly you are one way or another expanding التورتة، أنت بتكبرها. خلي بالك برضو the definition of blue oceans ممكن يكون products that have a new feature، بس not by definition they're creating a blue ocean. ال customer هو هو وال demand هو هو، بس انت you have an extra feature، you have a cherry on top، فممكن مثلا يديك leverage في ال price. that's not what we're talking about in a blue ocean. a blue ocean is a product or service اللي بتخلي ال definition بتاع ال customer ده and solving his problem becomes different. you're solving a different problem and you're solving it with a different approach. فممكن يكون نفس ال customer اللي انت بتزوره اوكي، بس you're addressing the different pain. انت في الاخر ممكن تكون بتبيع له وبتاخد من نفس البادجت، but you are addressing his pain and your service or product is positioned in a different way. ال explanation بتاع the example of مهندس وليد that he يعني thankfully shared in the comments، فكره المودولر رومز it is competing at the end with conventional rooms، لكن بسبب ان it was a blue ocean a separate budget was created for this solution. separate budget تماما. فهي from one perspective it's competing in the same market but from a different perspective قال لك لا this is a different solution I cannot compare it. فaccordingly حط لها budget واحدة. فI think it's a gray area but by definition blue ocean should create a different value للكاستمر. I hope that I addressed this point. I wasn't trying to give an answer. I was just يعني telling you my opinion على الموضوع. Yes, loud and clear, Ahmed. Thank you very much. Most welcome, يا أحمد. Okay. So to
to close this slide عشان أقارن بفكرة إن Red Ocean هي it's a market competing strategy, Blue Ocean is a market creating strategy. أنت مش بتبدأ اللعب بأن أنت معتبر إن الماركت محطوط الأساسات بتاعه وأنت بتخش مسلم وتقول هيا جماعة how are we going to compete in this market now. A Blue Ocean strategy بتقول how am I going to redefine myself. طيب البرودكتس في المكان الفلاني are competing in this way. How am I going to reinvent my product بحيث ما compete بشكل مختلف أو even أخلص الموضوع أو أوصل إن أنا I even reinvent the product itself وهكذا. We will have a very good example في نهاية ال presentation هيوضح الموضوع بشكل جميل جدا. It's a very interesting example. It's the only example I'm going to use in the presentation. طيب again هنا I'm elaborating more on the same idea but with different approaches. في ال Red Ocean هي خناقة. It's a fight والدراع أقوى هو اللي بيكسب. أنت بتحاول تاخد أكبر market share. أنت بتحاول to beat the competition. You are accepting the rules of the game one way or another. And you are finding solutions to existing problems. The problems defined, إحنا كل شغلنا في Red Ocean is to find better solutions to the same problem. And last but not least, دي اللي أحمد النقطة اللي أنت تفضلت وقلتها. When someone wins, he wins at the expense of someone else. لما واحد يزود الماركت شير بتاعه 5%, لازم يكون في حد تاني خسر 5%. ما ينفعش يبقى احنا الاثنين كسبنا. While in the Blue Ocean, as we mentioned, competition is irrelevant. We are creating new markets. We are setting the market rules من الأول. And we are defining and solving a different problem. أنا متصور إن النموذج بتاع أوبر, I don't think they were solving the taxi problem. I think they were solving the convenience problem. They were solving the customer experience problem. إن أنت التاكسي بتوقفه, أنت مش عارف أنت هتركب إيه, الإكسبيرينس مش عارف شكلها عامل إزاي. أوبر لعبوا على الحتة دي, لعبوا على customer experience. Another very important point which I mentioned, which is Blue Oceans, they bring non-customers into the industry. ودي I will elaborate on it more. Finally, it creates win-win. اللي في Red Ocean بيكسب وانت بتكسب برضو, لان انت basically انت مش بتنافسه. Okay, طيب. What's the central message? Create, do not compete, and value innovate. هنيجي بقى لكلمة value innovate دي ونركز عليها شوية. Create win-wins, as I mentioned, not win-lose. And minimize risks while maximizing opportunities. كلام جميل وكلام عظيم. هنشوف بقى الكلام ده هيتعمل ازاي, لان الكلام طبعا ما فيش اسهل منه. This is the core concept of Blue Ocean. والحقيقة انا عندي تحفظ على ال theoretical approach اللي في السلايد دي. This is يعني لو نقدر نقول the theory of Blue Ocean. What is the theory? In to be able to value innovate, انت محتاج تعمل حاجتين. محتاج to reduce the costs and increase the buyer value. الباي-in بتاع الباير ورؤيته للفاليو في البرودكت بتاعتك تعلى جدا, وتبقى انت you are totally distinctive than the competition في الحتة دي. يبقى الكاستمر شايف ان الفاليو that you bring to the table is totally different than competition. وفي نفس الوقت انت شطارتك لما تعمل كده بتولز معينة في البلو اوشن فريمورك اللي هنتكلم عليه very very soon, you reduce your costs. مش بالطريقة الاعتيادية, مش من انت تعمل backward integration وتبص على supply chain وتreduce الكوست, لا مش هو ده المقصود. المقصود ان انت through your innovation and through ان انت while the process of creating a blue ocean product هتلاقي ان انت في حاجات مش محتاجها في الكوست. ودي كلمة محورية, في حاجات irrelevant بالنسبة لك, انت you're not competing anymore in the red ocean, فتبتدي تخلص منها فaccording للكوست بتاعك ينزل. فreaching the value innovation is a combination of both. كل ما الاثنين دول يتعملوا أكتر, كل ما البلو أوشن بتاعك بيبقى solid. طيب أنا ليه قلت إن أنا عندي تحفظ؟ لأن مش شرط إن البلو أوشن يكون that blue. إن أنت to create يعني that يعني pure blue ocean 100%, it's not that practical. أنت دلوقتي مجرد إن أنت يكون عندك فكرة والفكرة دي workable وimplementable as a product or a service that is considered the blue ocean, الشغل بقى الصح ان انت في الاخر تطلع product ده ويكون profitable. بس ان الاثنين يحصلوا at the same time reducing costs and maximizing buyer value, دي حاجة صعبة جدا تحقيقها. وعشان كده قلت يعني ال image دي is not 100% achievable. Okay.
I think احنا عندنا على الجزء ده I don't want to consume more time. I want to give more time for the discussion. Okay. طيب هل البلو اوشن مهم؟ Basically لو بصينا كل الاندستريز اللي احنا فيها دلوقتي تقريبا بقى كلها دلوقتي معتمدة مش معتمدة عشان اقول كلام يعني يكون دقيق. الانوفيشن بقى قوي جدا في التليكوم وفي التكنولوجي الانوفيشن رهيبة. في البيوتكنولوجي الانوفيشن رهيبة. في الادوكيشن بعد ما دخلنا فترة الكورونا الانوفيشن في الادوكيشن اندستري بقى شيء رهيب. كمية applications وكمية learning platforms خرجت فيها innovation خطير بسبب الأزمة اللي احنا كلنا مرينا بيها. فأكوردنجلي فكرة ان يكون في blue ocean products و innovative products بتخرج بسرعة that is addressing a different pain for the customers بقى فكرة منتشرة جدا تقريبا في كل الاندستريز. وفي نفس الوقت الستارتوبس دي اللي في منها كتير جدا بيعتمد على فكرة blue ocean بقت ليها market size محترم. بتلاقي ناس كتيرة دلوقتي بتشتغل في شركات ممكن تكون صغيرة small or medium size enterprises they're not going anymore للarge corporates بالشكل المعتاد. ليه؟ لأن cycle innovation بقت أقصر والspace بتاعها في الماركت بقى أكبر. ولا أدل على ذلك من الفاكسين. Basically هذا الوقت في January 2021 والفاكسين بقى موجود وبيزيكلي احنا ما كملناش سنة من ساعة ما الكورونا became a global pandemic. I think it was announced as a global pandemic in March. So the innovation cycle بيتأثر بكتير من زمان. I think ان اول مظاهر الفانداميك كانت الناس بتتكلم على سنة ونص سنتين to expect a vaccine. And it happened earlier than that and shorter than that. Okay, طيب. Some examples of blue ocean strategy. MP3 player industry. الكبار مننا بقى يعني الناس اللي سنها كبير شوية أو مش قوي يعني يفتكروا موضوع الـ MP3. هل حد ممكن يجد لنا example for a blue ocean product أو innovative product خرج في المساحة بتاعت الـ MP3 players غير الـ definition بتاع الموضوع ده تماما؟ حد ممكن كده يجينا example for a blue ocean product؟ ايوه بالظبط. انا كان عندي ووكمان وكان فيه بعد كده بقى حتى نسيت اسمه. كان اسمه اللي كان بيتحط فيه السي ديز. I don't remember its name والله. يس. وكنت ما ينفعش ان انت يميل معاك عشان السي دي ما بيشتغلش. سي دي بلاير اكزاكتلي. يس. بس في برودكت محدد خرج في الدومين ده. ثانك يو سو ماتش. اتس دي ايبود. الايبود خرج تشينج ذا انتاير سبيس. بقت انت exactly thank you so much. It's the iPod. It changed the entire game. بقى انت عندك جهاز لا يتعدى 20 سنتي في 30 سنتي وممكن تحط عليه 1000 songs that you can change من غير ما تغير شرايط وتشتري شرايط والكلام ده. فit changed the entire game. And by the way انا كنت بقرا case study لطيفة جدا بتتكلم على سوني. سوني did implement they implemented حتى مش الفكرة بس برودكت شبيه جدا بالابل ايبود. بس بعد ما الار ان دي خرج بالبرودكت السيلز والماركتنج شافوا ان ذس از ا لوزينج برودكت. قالوا يعني واتس ذا بوينت. احنا بالعكس الووكمان از ا فيري فيري سترونج براند والناس مستحيل تنتقل لحاجه ديجيتال. ووكمان ده بقى هو الديفينيشن اوف ليسننج تو ميوزك. اند ذي كيلد ذا برودكت. سوني ذي كيلد ذا برودكت. وابل خرجوا بالايبود اند ذي بيزيكلي تشينجد ايفرثينج. طيب the circus industry. Yes exactly. Apple Music وكلاود وكل الاكو سيستم بقى اللي اتبنى حوالين فكرة الايبود. Thank you وليد for the comment. Circus industry. السيرك الطاومي بقى بتاعنا في مصر بقى. هل ممكن حد يخطر على باله حد عمل blue ocean او innovative product او service في المجال بتاع الاندستري؟ بتاعي دي محتاجة ان انا اديها هنت شويه ولا حد عنده فكره. في اسم مشهور جدا في المجال بتاع الانترتينمنت اوف سيركس. حد سمع الاسم ده قبل كده؟ سيرك دو سولي. طبعا انا اكسكيوز مي اي دونت هاف ا فرنش باك جراوند فانا متاكد ان انا بنطقها غلط يعني فاعذروني. يا سيرك دو سولي دي ليترالي روكت ذا انتاير اندستري بتاعت السيرك دي. كان في عمالقه وناس they are making millions of dollars من السيرك بتاعهم. جت سيرك دو سولي في الثمانينات. I think nobody started in 1987. They changed the entire thing. The entire thing. We will speak about it in details.
بس because of the strategy. طبعا هنا انا عايز اقول حاجه لطيفه جدا, حتى بتوع سيرب زولي نفسهم والاكزيكتيفز وان دي انترفيود قالوا ان هم they didn't have in mind قوي بقى بلو اوشن استراتيجي وازاي نغير الموضوع, لا هم they had a different approach to the market. هو ده اللي كان معاهم and then it evolved as they moved. الواحد للاسف ساعات بي كومبليكيت الدنيا ويقول he has to get everything strategized from A to Z. sometimes it's much more simpler than this. مجرد ما انت يكون عندك a fundamental different way of thinking and a different approach of understanding the problem, بتلاقي ان في الاخر الموضوع يطلع بلو اوشن. اوكي طيب انا كنت قلت ان في حاجات معينه تتعمل to be able to create the blue ocean. It's very very simple. It's a framework made of four actions. الاكشنز دي هي اللي بتخلي في الاخر ان انت يبقى عندك a formulation of a blue ocean strategy. طيب اول حاجه هي elimination. I'll read them and then I'll explain them. طيب what do you need to eliminate? Ask yourself this question about your product or service that you are providing. What factors should be eliminated that the industry has taken for granted? في حاجات معانا كده في الاندستري ممكن تكون الاندستري خلاص ما بقتش بتبص لها, ووجودها او عدم وجودها بقى irrelevant للكاستمر. عارف زي ايه مثلا دلوقتي لما تيجي تتكلم في التليفون تقول for example, يعني I'm just giving an example, تقول ان هو في الفيتشر الفلانيه, this feature it's not important anymore and it's being overlooked and it's not even relevant, like at the same time they have cost. For the first question for creating a blue ocean is to eliminate what are the things that can be eliminated. Well, industry it's overlooking them, ما بقوش مهمين anymore. That's the first thing. The second thing is to reduce what factors should be reduced well below the industry standard. حاجات that do not need to be eliminated but can be controlled and reduced. مش مهمة قوي. They are still relevant لكن ما عليهمش focus. الكاستمر مش أول حاجة بيبصلها لما يشوف البرودكت أو السيرفيس بتاعه. The third thing which is the opposite. What should be raised well beyond the industry standard? إيه الحاجات اللي أنت لو ركزت عليها and you emphasized it in your product or your service, الحاجات دي هتديك edge. ليه؟ لأن هي it's underdeveloped in the existing products or the existing services provided in this market. And last but not least, creation. What factors should be created that the industry has never offered? إيه اللي انت ممكن تقدمه that solves a pain for the customer and this industry has not done ever before. Eliminate, reduce, raise, and create. If you answer these four questions, most probably, انت هيبقى عندك new value creation. هيبقى عندك a product or service that provides a value that is innovative وفي نفس الوقت it's competing in an uncontested space relevant to the established market space. طيب طبعا انا حرقت الصوره دي, انا المفروض بقى كنت اسالكم يعني الصوره دي بتبريزنت ايه. انا قلتها اوريدي في السلايد اللي فاتت. الصوره دي من سيرب سولاي. This is one of their performances and this is their logo. We will expand شوية على الإكزامبل بتاع سيرك دو سوليل لأن أنا بلاقي إن it's very interesting, وخصوصاً إن هو في إندستري شوية يعني كتير مننا بيعتبرها حاجة مش مهمة قوي في حياته وعادي جداً إن أنت ممكن ما تروحش تشترك لمدة 30 سنة. سيرك دو سوليل they redefined the entire industry لدرجة إن الإيفنتس بتاعتهم بقت يعني التيكت ممكن تكون ب 200-300 دولار versus تيكت عادية لسيرك ممكن تحضرها literally في مصر ممكن تحضرها مثلا ب 10-20 جنيه. They repositioned themselves لدرجة ان it became a niche product وحاجة بقى كأنك رايح الأوبرا مثلا. سيرك دو سوليل they redefined the entire circus industry and we will see how they did this بشكل عبقري الحقيقة يعني. طيب بس to give you a glimpse كده هم قدروا يعملوا ايه. سيرك دو سوليل دخلوا على industry بتموت. في الثمانينات اندستري السيرك كانت تقريبا مفيش حد بيروح السيرك عادة. مين فينا اللي كان بيروح السيرك؟ اللي عنده أولاد وعايز يروح يتفرج على الحصان ولا يتفرج على الفيل ولا يتفرج على اللي بينط وبيعمل حركات فيها شيء من الدينجر. في الثمانينات ابتدى يظهر الان هاوس انترتينمنت والساجا والنينتندو, فاكوردنجلي الانترتينمنت بقى حاجة very very attainable and very reachable within your place. فالإقبال على الاندستري بتاعت السيركس بقت أقل بكتير خصوصاً الانترتينمنت فور كيدز.
لكم أن تتخيلوا أن سيرك دو سولي في 20 سنة عملوا الريفينيوز اللي their biggest two rivals عملوهم في 100 سنة both of them اللي هم رينجلينج برادرز and بارنم and بايلي. في 20 سنة قدروا يحققوا الاثنين دول عملوهم في قرن. يعني I think في حد شارد معانا التيكت أسعارها كانت كام؟ هم كانوا عملوا إيفنت في مصر تالي قريب. Yes, yes, exactly. إذا تتكلم من 800 ل 2000 جنيه. Thank you very much. Expensive for a circus يعني لو أنت رايح تشوف الفيل واللي بينط والكلام ده. More than 150 million spectators in more than 300 cities. اللي عايزين نقوله إن سيرك دو سولي عملوا سكسس كبير جدا. طبعا هنيجي بقى للسكسس ده بعد كده بقى إيه، بس خلينا في الكيس بتاعت. أوكي، وهم ظهروا في وقت كان الباور موجود في إيد الستار بيرفورمرز. مين هم الستار بيرفورمرز؟ زي اللي في مصر الأسرة المشهورة بتاعت السيرك اسمها إيه؟ الحلو، صح؟ اسمه الحلو. البرفورمرز دول هم اللي عندهم الباور كله. ليه؟ لان الناس تيجي تتفرج عليهم، العرض بتاع الحلو مع الاسد وما اعرفش ايه، فالناس دي عندهم باور. لو انا هطلع معاك في السيرك دي هاف بورجنينج باور، انا هاخد منك فلوس والناس جايه لي انا مش جايه لك انت، فاكوردنج دي هاف ا لوت اوف باور. And at the same time, yes, exactly, محسن الحلو. At the same time, as I mentioned, the buyer, اللي هو المشاهد، كان عنده power قوي جدا، لأنه هو بقى عنده alternatives للسيرك، بقاش محتاج إن هو يجي السيرك قوي عشان يستمتع. فبيزيكلي سيرك دو سولي they were found and they came up in a steadily decreasing audience industry and in turn declining revenues and profits. وجدوا في وقت كانت الاندستري دي أصلا بتموت. خلينا كده نقف هنا لحظة. أنا مثلاً لو مكانهم أو أي حد مكانهم ممكن يقول that's a bad investment. يا جماعة إحنا إزاي هنخش في industry بتموت؟ That's not a good timing to penetrate the circus industry. ده هو أصلاً بيموت. اللعيبة اللي موجودة which definitely they were doing a good job they are getting out of business. هل إحنا we're going to get into this business? The answer was yes. And we will see how they did this. اوكي، فاكتور تاني مهم جدا، الفتره دي كان ابتدى يبقى فيه awareness against animal abuse، وان انتوا ازاي تقعدوا تستغلوا الانيملز في السيرك، وده against animal rights والكلام ده اللي ناس كتيره كانت ابتدت تبقى متفقه معاه. دخلوا على ماركت كانت الاندستري فيه الباوندريز، لو هنستخدم بقى الديفينيشن بتاعه الريد اوشن والبلو اوشن، very very defined. كان الأسعار معروفة والأودينس اللي بيحضر معروف والأماكن الديزاين بتاعها معروف وهكذا. كندا recently stopped. Yes, again because of the same concept of growing يعني awareness of animal rights. Thank you Ahmed for sharing this with us. And Germany as well. Okay. بدايه احنا عندنا يعني احنا عندنا مش عارف السيرك القومي اخباره ايه، بس انا مثلا بقيت 30 سنه ما رحتوش. I hope it's still working يعني. اوكي، so to conclude. طيب good it's good that it's still working. So to conclude, this was a dying industry. This was a dying industry. طيب تعال نشوف بقى سيرك دو سولي عملوا ايه. They created their own space. قالوا احنا we're not going to play this game. احنا مش هنلعب بالقوانين بتاعت those two rivals. اولا احنا we're going to address a totally different age group. احنا we're not going to attract kids only. We're going to attract the entire family. الادلتس هيكونوا interested يحضروا الشو بتاعنا يمكن اكتر من الكيدز. And they announced that their title is we reinvent the circus. هم قالوا كده we are going to reinvent the circus. طيب عملوا ايه بقى؟ Let me go directly to it. قالوا ان احنا هنستبدل القصة بتاعت عادة انت لما تخش السيرك بتعمل ايه؟ حاجة very very noisy وفيها a lot of attractions، حيوان بيعمل حاجة هنا، واحد بينط هنا، و a lot of dangerous moves، وكلها معتمدة على الأشخاص and their personal skills. قالوا احنا we will not do this. احنا we're going to create a theatric show. وهنعمل لكل شو ستوري لاين. يعني انت في السيرك بتروح كل يوم بيزيكلي بتشوف نفس العرض، هي محاسن الحلو بتطلع كل يوم
تلعب مع الاسد ويعضها يا ما يعضهاش. سيرك دو سولي قالوا ان احنا فور ايتش شو هنعمل له ثيم وهنعمل له ستوري لاين. سو ات بيكيم ا ستوري اند اول ذا بيرفورمنسز مولد انتو ذس ستوري. بقى وكانك بتتفرج على ثياتر بس اتس ميد وذين ا سيركس سيت اب. فدي اول حاجه. وعلوا السعر بتاعهم جدا, they became extremely expensive. طب عشان يعملوا كده لو تفتكروا الـ value innovation they had to reduce their cost. They got rid من كل الـ performance اللي سعرهم عالي. جم عند محاسن الحلو دي قالوا لها شكرا جزيلا, احنا لا عايزينك ولا عايزين الأسد أصلا, إن هم they are against animal use in their shows. فthey reduced the cost big time. استبدلوه بإيه بقى؟ استبدلوه بفكرة الـ storyline, وإن كل المشاهد اللي بتتعمل جوه the show are representing part of a story and a theme. What else did they do? So احنا قلنا they eliminated star performers, they eliminated animal shows, and they eliminated aisle concession sales. By the way, كان الديزاين اللي هم عملوه مثلا, انت you're not attending a theater. A theater عادة بيكون stage وبيكون فيه rows. No. هم كل الديزاين بتاعهم كان circular. ليه؟ To maximize الفيجواليزيشن بتاع الكاستمرز, ان الكاستمرز يكونوا 360 degrees شايفين الشو, وكانت كل الشوز بتاعتهم بتبقى شكل سيركلر. So maximum utilization of the audience. They reduced fun and humor. قصة ان يكون بقى في مثلا حد بيضحك وكوميدي والكلام ده, they reduced القصة دي. وقصة الثريل اند دينجر ان حد بيعمل حركات خطيرة, they reduced الموضوع ده to a minimum. يعني minimum part of the show. لكن they raised the uniqueness of their shows, وكانوا بيعملوا shows بتاعتهم في أماكن very very unique, وaccordingly they are raising the costs of their ticket, and they created themes, they redefined the environment where they are operating. والenvironment حتى جوه بتحس انت داخل سيرك, تحس انت داخل show, انت داخل theater. And they created a very very solid backstage production عشان يقدر يبروديوس الثيمز دي ويعمل لهم الميك ابس ويعمل لهم القصص اللي هم قدروا يعملوها. يعني they had اكنهم عندهم مخرجين وناس بتالف القصص اللي هم يعملوها. It's not a circus anymore, it's more of a show and a theater. حاجه ممكن تكون ميكس ما بين برودواي وما بين السيركس اللي احنا متعودين عليه. And they are very 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 artistic, and they have amazing music and amazing dance shows within their show. فأكوردنجلي طلع حاجة مختلفة, طلع حاجة مش وانت داخل السيرك, لا تطلع تقول انا ما كنتش في سيرك, انا كنت في سيرك دي سولي. It's a very different experience. طيب different experience دي زبطت ولا ما زبطتش؟ زبطت معهم big time. They were able to attract different audience. الاودينس ده ما كانش موجود وما كانش بيروح السيرك اصلا. الولاد الصغيرين ابتدوا ما يروحوش, والادلتس يعني انا لو كنت اروح مع ابني هروح عشان ابني يروح يشوف الاسد, بس انا I'm not interested. Cirque du Soleil was able to attract non-customers to being Cirque du Soleil customers, and this is the beauty of what they made. They took the good part من circus industry and they molded it into a different shape and form, and they created their own space. So literally starting late 80s they became the only players في circuit market, في السيركس ماركت عفوا, and they were able to position the pricing بالطريقه اللي هم عايزينها. فزي ما انتم شايفين they were able to eliminate some things اللي هي منها star performers والanimal shows as I mentioned, and they reduced a lot of stuff and they raised a lot of stuff, accordingly they created their model. I'm done with the presentation. ويعني I think إن إحنا كده التوقيت ماشيين كويس. Let's open some time for the discussion. طبعاً أنا متأكد إن الطابق بتاع Blue Ocean Strategy is much more deeper than what I mentioned. لكن أحلى حاجة في Blue Ocean هي الimplementation الحقيقة. يعني تلاقي في ناس كثيرة مننا تعرضت للife cases شافتها في موضوع Blue Ocean, هي دي اللي بتثري الdiscussion وبتخلي فعلاً people believe that this is something that can be done because it has been done. It was done in a lot of examples. So if anyone has any comment or question, I'll be more than happy to get into this.
even يعني in the chats لو sure any more examples. I think يعني Uber was a very good example لأن Uber يعني Uber came in the technology background and it was never it has nothing to do with transportation basically لكن هو he addressed a different pain for customers which is convenience هو he was able to provide a convenient solution بشكل مختلف تماما عن اللي كان موجود في الاندستري فaccordingly he created a different market space اصلا اوبر لما اتعمل في سان فرانسيسكو it was made as a luxury service I think في الاول كان قبل ما يتسمى اوبر كان اسمها بلاك حاجه بلاك ليمو او حاجه زي كده بس not sure وكان الهدف منها ان هي تبقى بريميوم سيرفيس للبزنس مان اللي ما عندهمش وقت ان هم يسوقوا عربياتهم yes sure يا احمد I think Apple is another good example as well Apple when it started competing لما iPhone نزل iPhone what was interesting about it is not the feature ان انت تقدر تتكلم منه it was the feature of that it's very very intuitive and very ergonomic ان انت you have a touch screen ان انت تقدر تداونلود apps وتعمل functions مختلفة على التليفون احنا عايزين نرجع بالذاكرة كده 2006 و2005 والكلام ده احنا كان عندنا تليفون اخرنا بنلعب عليه سنيك واللعب بتاعت نوكيا at the time Apple was revolutionary not because of the phone features it's because of what came within this phone فأجن هو it started creating extra space in the phone market وبقاش بي compete بالdefinition الطبيعي بتاع التليفون فأكوردنجلي سعره ضرب فوق هو حط السعر اللي هو عايزه لان اللي بقى عايز ايفون مش بيوصل ان هو اتس ا فون اني مور هيز ادريسنج ذس اكسبيرينس سبيسيفيكلي احمد اف يو وود لايك تو شير يور اكسبيرينس انت قلت يو هاف تو اكزامبلز بليز جو اهيد في ابو احمد في بلو اوشن ستراتيجي ذات واز امبلمنتد باي ميدترونيك طبعا ذا ميديكال ديفايسز جاينت انه الشركه دي مثلا كان بقى لهم فتره كبيره جدا بيبيعوا ديفايسز اللي ديديكيتد في الكاردياك او في الانترفنشن الراديولوجي ارينا يعني تمام فجالهم سي او جديد اسمه عمر اشراقه الراجل از ادوبتنج ذا بلو اوشن استراتيجي بشكل يعني عنيف ف they really created their own cake او piece of cake الزياده اللي ضافوها للماركت ان هم قالوا احنا عندنا فلوس كتيره احنا شركه بنعمل ريفينيوز ضخمه كل سنه فلتس انفست سم اوف ذس كاش ان اوردر تو كرييت ا نيو بورشن اوف ذا ماركت ذات واز نوت ذير وبقوا يروحوا مثلا لاي مستشفى عايزه تفتح كاث لاب جديد الكاث لاب انفستمنت ده كلوز تو 1 مليون تو 1.5 مليون دولار اند ذي بارتنر وذ ذا هوسبيتال تمام والهدف من البارتنر شيب دي انه ذي كرييت ا نيو بورشن تو ذا ماركت اند ذي سيكيور ذير ماركت شير من الديفايسز اللي هم بيبيعوها فور ذا نيكست 7 تو 10 ييرز ديبندنج على البارتنر شيب اجريمنت اللي بيعملوها مع الكاستمر على قد ما هي طبعا فكره مكلفه جدا جدا كبلو ماركت استراتيجي they have to spend a lot طبعا عشان يلاقوا النيو بورشن اوف ذا ماركت ده بس at the same time they created a space in the market that was not even there دي حاجه الحاجه الثانيه موضوع برضو انا بسميها بصراحه يعني ليها اسم يعني سخيف شويه بس انا بسميها بزنس السمسره اللي هو اوبر هو سمسار تكاسي هانجر ستيشن برضو سمسار فود يعني بس at the same time they make the competition irrelevant بطريقه ظريفه جدا بالذات هانجر ستيشن لانه احنا لما بنبقى قاعدين في المكتب كده اول سؤال بتساله ها يا جماعه هناكل ايه تمام فا even if you have multiple orders مش لازم كلنا نطلب من نفس المطعم لا احنا ممكن نفتح هانجر ستيشن ونعمل collective مثلا order من 3 4 مطاعم مع بعض وفي الاخر كلها بتيجي مع نفس الدرايفر في نفس الوقت وستيل نقعد ناكل مع بعض مش فلان اكله متاخر ولا فلان لسه ما حضرش الوجبه بتاعته يعني فthese are two blue ocean strategies as well. يعني amazing examples making I think واضح فيهم جدا making competition irrelevant. بقى السؤال irrelevant أصلا. What are you competing with? Yes. Thank you so much يا أحمد. Any other يعني contributions أو أي حد عنده examples أخرى or even reflections on the book. Okay. طيب أنا I hope إن أنا I was able in this short time to explain the book وأتمنى إن هي كانت يعني
في تيك اويز ولو بسيطه من فكره البلو اوشن. And ان شاء الله باذن الله we will try as much as possible to interact على المانجرز كلوب on Facebook and reflect on blue ocean stories and share. كل واحد فينا اكيد عنده يعني خصوصا بعد ما احنا thank you احمد very much خصوصا بعد ما احنا وشارد الافكار دي مع بعض. انا متصور مراته بس والريفلكت على blue oceans مروا عليه ويمكن هو ما كانش منتبه قوي الناس دي عملت ايه. We will try to reflect on this in the group. I thank you so much for attending. شكرا جزيلا ليكم كلكم واتمنى ده يكون وقت ان شاء الله يعني نافع. وان شاء الله يعني we meet in our next book club. Thank you so much and have a wonderful night. Stay safe. مع السلامة.